بس انت ما عندك هاي ولا عندك الافتة. اذا وقفك شرطي تعرف شو راح يسوي بيك؟ حيتكتك. طبعا انا ما اقدر اشوف لك ليش، لان هاي كلش اوراق سريه، هاي تكون فقط بين صاحب الشاحنه او العامل وصاحب الشركه والسيفتي. هاي الباتشه العراقيه، يعني 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 ما اقول لكم شنو هذا، ايضا تشيل الفراي اللي هو اللحم والبطاطا والبصل. السلام عليكم، أصبحنا وأصبح الملك كله والحمد لله. طبعا حاليا وصلنا للوجهة الأولى ألا وهي مطعم نجيب، مثل ما جاي تشوفون. ليش؟ لأن كالعادة حاليا صبح وإحنا ميتين من الجوع، وتتعرفون إحنا عظامة وأكالة. لا تنسى اللايك والاشتراك، وتعالوا ويانا خلني نشوف الريوق العراقي أو الإطار العراقي اللي ميتين من الجوع. أنت بس لاحظ لي هذا المنظر القوي العنيف، هاي الباتشة العراقية، يعني 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 ما أقول لكم شنو هذا، أيضا تشيل الفراي اللي هو اللحم والبطاطا والبصل، وهذا كرار عندنا العظام القوي المشهور ريالي المدري ريدي احمد. 2 hours later. وحاليا خلصنا كنا ولله الحمد. طبعا الاكل كان جدا جيد وطيب، شبعنا ولله الحمد. العربي ما يعرف يتكلم الصبح او ما يعرف يبدا يومه اذا ما ماكل وما لي معدته. تعالوا وياي وخلينا نشوف ايش راح يصير بهذا اليوم. بس والله كان الاكل مو طبيعي، لدرجه انه صدق اكو اكل من تاكله تفصل تريد بس تنام. ونمنا بالشاحنه، وهسه حاليا جبنا هاي الشاحنه مثل ما جاي تشوفون، وجايين للاي اي فتنس على مود نتمرن ونسبح ونضبط الامور، وبنفس الوقت كرار راح. فضلينا بس انا وأحمد امسك على القاعة. اكثر شيء احبه بقاعه امريكا اللي موجوده هنا هو هاي القاعه. هاي قاعه تدخل لها مغلقه من كل الجهات، فاحنا دائما نلعب لو نلعب تنس، لو ريشه، لو طوبه، لو اي شيء. المهم طبعا هاي القاعه عازله للصوت، يعني اللي برا ما يسمع اي شيء يصير جوا. يلا خلى جلدك خلنا نلعب. يلا نبدي. العب. انت من تشوفني هيك من السطح اعلم انه اللاعبين لعب. خلصت النتيجة 3-1 إلي، بس صراحة متنا تعب، فهمشي خلينا نقوم نسبح وراها نطلع ونشوف شو راح يصير بهاليوم. خلصنا من الجيم، أوكي حبايبي، وهاي غراضي مثل ما قاعد تلاحظون وتشوفون. الموضوع جدا سهل، إذا كنت سائق شاحنة وعصيت بولاية من الولايات المتحدة، أكغاز ستيشنات تسبح بيها، تضبط أوضاعك بيها، تغسل هدومك بيها، وأيضا أكو إلاي فتنس تقدر تتمرن، وبنفس الوقت تقدر شنو تعيش عادي يعني. لاحظوا هاي شاحنتنا، وهذا أيضا أبو شاحنة بصفنا ما نعرفه، وهذا أيضا يعني تلقاه لو تلقاه بالإلاي فتنس، لو تلقاه هاي مهنانة على مود منتظر حمل أو فتشي. طبعا من تكون بابتيل، البابتيل هي فقط شنو حبايبي؟ الهيد أو الرأس، رأس العربانة من دون ظهر. لما تكون بابتيل تكون حالك حال السيارة العادية، خاصية تنقلك بالمدينة، ويعني سهولة انك تطب وتطلع بالمدينة، مو مثل ما اكو بظهرك حمولة أو اكو بظهرك تريلر، فهذا يسهل لك هواي أمور إذا كنت بس رأس. نجي للشاحنة مال هذا الشخص لنفرض، طبعا هذا رقم الشاحنة 002، هذا رقمها معروف. شنو هاي الأرقام والعلامات اللي دائما نشوفها على الشاحنات؟ مثل ما جاي تشوفون MFI، وهنا ايضا اكو ستيكر MC نمبر والدي او تي نمبر. هذين الارقام ما تقدر تمشي بشوارع امريكا وتاخذ حمولات وتشتغل اذا ما عندك هاي الارقام وما عندك هاي الستيكرات والافتة. طبعا ليش؟ هذين الارقام والستيكرات اللي موجوده على الشاحنه حبايبي بتثبت انه هاي الشاحنه جاي تعمل، هاي الشاحنه جاي تشتغل، هاي الشاحنه تحت اسم شركه وشعار شركه. مثل ما قاعد نلاحظ هذا شعار الشركه اللي هذول او هذا الشخص يشتغل بيها، ثانيا هاي الام سي نمبر وهاي الدي او تي مالت الشركه. لنفرض انك عندك هذا وهذا الرقم وهذا الرقم، بس انت ما عندك هاي ولا عندك الافته، اذا وقفك شرطي تعرف ايش راح يسوي بيك؟ حيتكتك. ليش؟ لان اوراقك بالشاحنه ما كامله، فتاكد ايضا انه اوراقك كامله ويا السيف. طبعا بكل شركه من شركات امريكا اكو بيها مانجر، واكو بيها سيفتي، واكو بيها ديسباتش، اوكي؟ واكو بيها شخص محاسب. شنو فائده هذول الاشخاص؟ يجي اولا للمانجر
المانجر او البوس اللي هو صاحب الشركه. طبعا هذا الابي يعني، والكل تعمل جوا، هي مثل الشجره او سلسله وهي شيء يتطرق الشيء. اوكي نجي الرقم 2 بالشركه اللي هو السيفتي. السيفتي هو الشخص اللي يضبط لك كل الاستيكرات واللوحات، واي عندك نقوصات بكل شيء بالشاحنه هو يضبط لك اياها. وايضا لازم يسوي لك كتاب او دفتر يضمن انه بيه كل شيء. الدفتر يكون مثل هذا، من تفتح ايش تلقى حبايبي؟ طبعا انا ما اقدر اشوف لك، ليش؟ لان هاي كلش اوراق سريه، هاي تكون فقط بين صاحب الشاحنه او العامل وصاحب الشركه والسيفتي. اوكي هاي الاوراق ايش بيها؟ بيها كل الاوراق المتطلبه اللي تثبت انه هاي الشاحنه ما بيها عطل، ما بيها مشاكل، ما بيها اي شيء، وتقدر تاخذ حمولات حول الولايات المتحده الامريكيه. فالمسؤول عن السيفتي او عن اي عطل يصير باوراقك، بشغلاتك، باستيكراتك، بامورك بالشاحنه، هو منو؟ السيفتي. واكيد كل شركه لازم يكون عندها محاسب. هتقول لي ليش؟ على مود يضبط الحسابات بالشركه، الا وهي التشيكات، الفلوس، اللود هذا بيش، ايش قصر هذا اللود، ايش قصر ذاك اللود، او مرات ابو الشركه نفسه اللي هو الكبير يقدر يسوي هالامور، فما يحتاج محاسب. ونجي على اخر واحد، الديسباتش. الديسباتش هو الشخص اللي ياخذ الحمولات من البروكر، اللي يعمل البروكر مع الدوله، يعني بين قوسين هي صايره مثل الفئات، الدوله تنطي حمولتها وتبيع حمولتها لمن؟ للبروكر. البروكر ياخذها لمن؟ يعطيها للديسباتش، الديسباتش ياخذها يعطيها لمن؟ للسائق. اوكي الديسباتش هو الشخص اللي انت كسائق تتعامل وياه دايركت. اوكي تتعامل وياه تلقائيا، انت ما تخابر لا سيفتي ولا المانجر ولا تخابر اي واحد بالشركه، انت فقط كسائق او انت صاحب شاحنه تتعامل فقط بالديسباتش او مع الديسباتش. هذا الشخص اللي حينطيك لودات، حيفهمك هذا اللود شنو يفهمه وشنو سوالف. حتقول لي طارق ما فهمت الديسباتش اكثر، وضح لي اكثر، فهمني اكثر. الموضوع جدا بسيط، الديسباتش هو الشخص اللي ياخذ الحموله، وهو اللي يدليك الطريق، هو يدز لك عنوان المكان اللي تروح له، هو يدز لك مكان التفريغ، هو الشخص اللي يقول لك سعر اللود، هو الشخص اللي يقول لك كم مايل راح تمشي. انت تتعامل وياه 24 ساعه. اكو شركات عندها ديسباتشيه يشتغلون 24 ساعه على مدار 24 ساعه، يكونون شفتين 12 ساعه ب 12 ساعه. اكو ديسباتشريه او اكو شركات يعملون وياك فقط شفت واحد اللي هو 12 ساعه في امير. قبل لا تشرح لي عن هذا الموضوع، اتمنى انك تحط لايك وتشترك بالقناه، لان انا جاي اقدم لك معلومات. اتحدى واحد او اي شخص في الولايات المتحده الامريكيه بمجال الشاحنات يقدم لك هذا الشيء. وحاليا متوجهين وين؟ متوجهين للمطعم الامير، مطعم اسمه الامير، نروح نتغدى بيه. اوكي المهم خلنا نروح نشوف المطعم. والله العظيم هالقد ما طيب، حتى ما لحق تصور هالقد ما طيب. 2 hours later. هلو هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ انتقلنا هنا ليش؟ لان الشاي هنا والطاوله انضاف والترتيبات. حبايبي بيناتنا الحكي غير، مطعم الامير نمبر 1 بالنسبه لي لحد الان في ميشيغان. هسه اشوفكم البارك اللي احنا اصلا حنضل بيه من هنا لحد ما نطلع من ميشيغان. ليش احنا عاصين في ميشيغان؟ وش صاير وشنو الترتيبات؟ راح اشرح لك كل شيء بالتفصيل، وبنفس الوقت راح اشرح لك شنو الفرق بين السائق وصاحب الشاحنه. حاليا دخلنا للشاحنه، وخلينا نتطرق لكم لموضوع شنو بالنسبه للسواق وشنو بالنسبه للناس اللي عندهم شاحنات. سائق الشاحنة هو الشخص اللي يسوق الشاحنة من أجل أجر معين، ما عليه بأي شيء، ما عليه بغاز، ما عليه بعطلات، ما عليه بالراح واللي إجا، وما عليه بسعر الحمولة، وما عليه بأي شيء. كل اللي عليه هو أنه يمشي على المايلات. طبعاً المايلات هي شقد، هو هذا سعر راتبه. وطبعا راح نتطرق لهذا الشيء عاجلا ام آجلا. اما بالنسبه لسائق الشاحنه او مالك الشاحنه، قصدي مالك الشاحنه هو الشخص اللي يملك الشاحنه، هو الشخص اللي يتحمل عطلات الشاحنه، هو الشخص اللي يتفاهم مع البروكر، قصدي مع الديسباتش، اسعار الحمولات. وبنفس الوقت حبايبي صاحب الشاحنه هو المتكفل باي ضرر يصير بالشاحنه. فهي هاي الامور البسيطه. راح نتطرق لكم بالحلقات الجايه عن راتب سواق الشاحنات وشنو الفرق بين صاحب الشاحنة وأيضا السائق العادي. موضوع ليش احنا بميشيغان، بميشيغان هلو بميشيغان، وليش عصينا هنا؟ لأنه يا حبايبي الاقتصاد في أمريكا انهيار مو طبيعي. 2 مليار و160 مليون دولار يوميا حجم الدين الأمريكي. كل صابح شمس بزيد الدين الأمريكي 2 مليار و160 مليون دولار. إلى متى سيستمر هذا؟
الحمولات اللي هم ماخذيها اللغت، واغلب الشركات جاي تعزل بسبب عدم وجود الحمولات، وهذا الشيء اللي اغلب يوتيوبرز العرب اللي موجودين في امريكا ما يتطرقوا له. فحسب الاتفاقيات اللي جاي يصير بين الدول وبعض الدول، وتعرفون عمولة العالم او العالم يتداول كل شيء بالدولار، ولكن بالآونة الأخيرة الحصار الصيني ونقدر نقول الدول الأخرى قاعدة تحارب الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، فمما أدى إلى تدهور بعض الأوضاع. ودليل على كلامي نقدر نشوف أنه أكو مصرف أمريكي هو نمبر 2 بأمريكا عزل، فهذا يأثر تأثير جدا قوي عليا من على الناس اللي ساكنة في البلد هذا. فكل شيء بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا بصعود، أوكي، ولكن الرواتب نفسها وكل شيء هنا جاي يصير صعب صعب صعب، مو فقط على الشاحنات، حتى بغير قطاعات من الأعمال والبزنس أيضا. هواية أكو شغلات تغيرت في أمريكا بالوقت الحالي، هواية شغلات غيرت أسعارها، هواية موظفين انطردوا من أعمالهم، هواية شركات عزلة، أوكي؟ زين، هل هذا الشيء حيظل؟ إن شاء الله طبعا تفضل الأمور وترجع الأمور مثل ما هي حسب خطط الاقتصاد الموجودة في أمريكا. فيا حبايبي، اللي صار هو كالتالي، كنسلت حمولاتنا، وحاليا إحنا وين؟ في ميشيغان وبالشارع نايمين، ولكن قاعد نبحث عن شركة على مود نشتغل وياها ونضبط أمورنا ونكمل السلسلة. ليش؟ لأن السلسلة ما راح توقف، وإن شاء الله يعني طبعا خابرت أكثر من شركة وضبطت ويا هواي ناس وهيك وهاي، وحسب معارفنا لازم يكون عندك معارف إذا كنت سائق شاحنة، فإذا شفت البديل وتقدر تتعاقد ويا شركات، تقدر تشوف شركات بديلة. ليش؟ لأن مو كل الشركات بطلت أو عزلت، فلازم تدور عن البديل، وإن شاء الله حلق البديل بالأيام القادمة على مود نبدا ونشتغل بإذن الواحد الأحد. هاي الشغلة مو سهلة، بها عطلات، بها اقتصاد، بها 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 بها، لازم تتحمل كل شيء، وهو هذا البزنس في كل مكان بمخاطر، بربح بخسارة، بي بي بي. سلم الأمور بيد الله وصدقني راح تعيش مرتاح. حنظل هنا بميشيغان منا لحد ما نلقي الشركة تطينا عقود أو تطينا شغل زين، وراها نكمل السلسلة. ومصداقية كلامي إنه هذين الشاحنات اللي قدامكم جاي يشوفوها صار لهن أسبوع هنا نايمان، وهذا جدا مضر. ليش حبايبي؟ لأن هاي الشاحنات عليها payment، البيمنت اللي هي الدفوعات، لأن ذني أغلبهم ماخذيهم بالأقساط صاحبيهم. تخيلوا هذين الشاحنات نايمات ولازم يكونن على الشارع، بس المشكلة وين؟ إنه حتى لو صعد صاحب الشاحنة على هاي الشاحنة عامل وطلعها للشارع ما راح يستفيد، حيخسر، لأن الحمولات سعرها ما يسوى أصلاً إنك تمشي شاحنتك على الشارع. فخلي النوم يا حبيبي، وخلي نشوف شو راح يصير ويانا بعدين، وحالياً إحنا هنا بعد. طبعا بدلت هدومي وقعدت من النوم وشوف ايش لقيت. كريستيانو رونالدو جاي يلعب. تعال تعال، باص 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 باص، 1 2 3 4 5. صدق خل اراويكم مهارات طارق حسين، انتوا عبالكم طارق حسين بس اسوي فيديوهات بس مصور وهالسوالف وبس بس شو اسمه بس يوتيوب وبس شاحنه؟ لا حبيبي، احنا ايضا لوعي طوبه كل زين. أقوى واحد بالطوبة باليوتيوب بالشاحنة وكل شيء. هلا 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 العب. شنو الكلام؟ لا على إبليسك يا شيخ. تخيلوا هذا اللي جاي يلعب طوبة ما عنده شركة حاليا، وبنفس الوقت عنده هواي سوالف وكواي مشاكل، حياة سعيدة جاي يلعب طوبة. بس لاحظوا هاي المرة العربية المحجبة، طبعا احنا ما طلعنا وجهها بس هي من ورا طلعناها على مود يشوفكم انه ميشيغان ايش قد بها عرب. يعني تخيلوا من جيت ميشيغان لحد الان لكم ما شفت واحد امريكي، ما فت بمكان ويحكي واحد اجنبي، اغلبها عرب. يعني استحلال مو طبيعي. عاشتيتكم جماعة ميشيغان والله معدلين. وعد هاي لكل انسان يخاف الفقر، احب اقول لك لا تخاف. يعني سابقا قريت مقولة تقول كيف اخاف الفقر والله رازقي. يعني هاي المقولة بحد ذاتها تعطيك طمأنينة انك ما تخاف من شيء، او ما تخاف من فقر، او ما تخاف من جوع. يعني شلون كيف اخاف الفقر والله رازقي؟ الله اكبر. يعني خلينا نبدل، خلونا نروح كوفي شوب قريب علينا. لاحظ الحي اللي احنا حاليا بيه وشوف البيوت اللي بيه. طبعا هو هذا نظام البيوت هنا بهذا الحي اللي احنا بيه، طابقين، نظام حلو. بس انا اقول لكم لاحظوا هذا اللي انا كنت اتكلم عنه عن ولايه ميشيغان، انه الطسات اللي بيه او المطبات الكثيره اللي في الشوارع بسبب الولايه ما عندها فلوس كافيه انها تصلح كل الشوارع. وللعلم ولايه ميشيغان تعرضت للافلاس مرتين هاي السنين اللي فاتت، فلذلك تشوف شوارعها مو عدله او العشب ما مكسوس او اكو شغلات بسيطه هم ما عندهم. علامة سيارتي نفس هاي العلامة اسمها بيو. شوف احنا وجاي نتمشى، هذا محل يبيع نراقيل وهالسوالف. احنا عندنا
للسيدات فقط ما أدري شنو. جميع معاملات الهوية والجنسية كلها بالعربي. لاحظ هنا مدرسة لتعليم قيادة الشاحنة. أو تابع طارق حسين والسلسلة ونعلمك أكثر من عندهم. خلصنا من القهوة حاليا منطلقين في شوارع ميشيغان نتمشى يا حبايبي، ورايحين وين؟ المطعم نتعشى بيه. كلش حلو. هاي وحدة ثانيا عندهم العاب على مود الاثنين، فخلنا نلعب اكس او شوفوا. واخيرا كان يجن البرجرز. هيا بنا بيها تشيتوز. هاي بيها تشيتوز، هاي مكسيكيه بس شنو يعني العرب اللي مسويها. فخلينا نجرب هاي الثانيه. بصراحه ايش قد من 10؟ 4 من 10 صح؟ مع الاسف. على العموم حط لنا لايك، اشترك بالقناة، والسلسلة مستمرة بإذن الواحد الأحد، والباكر إن شاء الله راح نروح لعدة شركات ونتكلم وياهم. خلينا نشوف ايش راح يصير بهذا اليوم. بنفس الوقت نلتقي وياكم غدا. أوكي باي باي.